دكتور مصطفى هديب، رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية سابقا، أهلا بحضرتك في بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا. النهاردة يمكن تدشين حملة بأمر الشعب لتكليف الفريق أول عبد الفتاح السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية. كلمنا عن حرص حضرتك النهاردة المشاركة في الحملة. طبعا حضرتك، أنا بتصور لو كل مصري توجهت له دعوة كانت القاعة دي هيبقى فيها 80 مليون مصري، لأنه النهاردة أصبح الفريق أول عبد الفتاح السيسي ضرورة حتمية للمرحلة اللي احنا موجودين فيها. لأنه الحقيقة، وده يمكن هقوله في كلمتي، أنه سيادة الفريق رجل يفهم معنى الأمن القومي، وإحنا الأمن القومي بتاعنا مهدد، سواء الأمن المائي أو الأمن الغذائي أو الأمن الاقتصادي. يعني الأمن القومي مش بس أمن، لكن فيه أبعاد أخرى. بالإضافة لأن إحنا جايين نقول له النهاردة إنك أنت رجل ضابط منضبط، ودايما بتسمع أوامر القادة بتوعك. القادة بتوعك النهاردة 80 مليون اللي هم القادة بتوعك بيأمروك إنك أنت تنزل. طبعا حضرتك في بعد تاني أحب أتكلم عنه كرجل اقتصادي، إنه إحنا النهاردة أي اقتصاد في حالة زي حالتنا عشان يقوم لابد يكون في مشروعات كبرى. المشروعات الكبرى بتحتاج حاجتين، بتحتاج أولا إرادة سياسية، ودي أصبحت موجودة، ودعم شعبي. يعني مشروع قناة السويس ده مش مشروع جديد، ده مش مشروع الحكومة الحالية ولا السابقة ولا اللي قبلها، ده من الستينات. ولكن عشان تنفذي مشروع يغير وجه الاقتصاد القومي في مصر، لابد أن يكون بالإضافة للإرادة السياسية اللي هي أصبحت موجودة والحمد لله، لابد أن يكون هناك دعم شعبي لهذا المشروع. فأنا الحقيقة يعني أول مشروع أعلن عنه وهو مشروع الضبعة خلاني أشعر أنه لا، في أصبح في الإرادة السياسية المصرية لم تعد كما كانت، لأن دي مشروعات ضخمة هتغير شكل مصر وهتخليها دولة من الدول العظمى في المنطقة، من الدول الإقليمية الكبرى. فكان دايما في ضغوط علينا أن مشروع زي مشروع الضبعة ما يتعملش، مشروع زي قناة السويس ما يتعملش. مشروع قناة السويس ده أوتوماتيكلي هيرد على سيناء وهيعمل تعمير سيناء، وبالتالي أنت الجبهة الشرقية أو الحدود الشرقية بتاعتك هتبقى مؤمنة بالكامل. المشروع عشان يتنفذ وفي إرادة سياسية وفي ثقة في القيادة، هنا دي النقطة. لما كانوا عايزين ينفذوه في وقت الإخوان المسلمين الشعب كله ما كانش واثق، وكان دايما بنقول ده هيبيعه كذا، ده هيعمله كذا. النهاردة في ثقة من الشعب في القيادة، ودي أهم حاجة. فهتنطلق هذا المشروع، فأنت كده أمنتي المنطقة الشرقية. في مشروعات أخرى كبرى لابد أنها تطرح وفورا، على رأسها موضوع منخفض القطارة. منخفض القطارة ده هيعمل لك برضو مجتمع تاني جديد زي مشروع قناة السويس، وبالتالي أنت حدودك الغربية تكون مؤمنة. تعمير الصعيد أو تطوير الصعيد ده من اللي لابد أن يكون في أولويات الحكومة. دي مشروعات قومية حضرتك كبرى، لابد أن يكون وراها دعم شعبي وزخم. ده اللي احنا جايين نقوله النهاردة للفريق عبد الفتاح السيسي، فريق أول عبد الفتاح السيسي، أنك ما عادش عندك اختيار، أنت تلقيت أمر كضابط منضبط، فلابد أن تنفس. حضرتك رديت على السؤال اللي أنا كنت أسأله، ماذا لو رفض الفريق أول عبد الفتاح السيسي الترشح؟ يعني فيمكن حضرتك رديت على أنا أعتقد يعني سيادة الفريق أول رجل تعود أن يستمع إلى الأوامر القادة بتوعه. النهاردة هو القائد العام، بس في القائد الأعلى، القائد الأعلى هو الشعب، أصدر له أمر وأنا لا أعتقد. يعني ايه راي حضرتك في اكتر من حمله تطالب بدعم الفريق اول عبد الفتاح السيسي بالترشح؟ يعني شايف هل يندمجوا؟ يعني شايفها ازاي؟ والله بص حضرتك، يندمجوا او يعملوا منفصلين، في الاخر انا باكد لحضرتك من غير هذه احنا بنعمل الحملات دي عشان نضغط عليه. لكن هو من غير حملات، لو بكره الصبح قالوا للناس انزلوا في الشارع عشان تدوا امر للفريق عبد الفتاح السيسي، هتلاقي 40 مليون واحد واقفين في الشارع بكره الصبح. ولما تحسبيها 40 مليون يعني اللي قاعدين في البيت، الناس العواجيز والاطفال والامهات اللي ما قدروش ينزلوا، يعني الشعب كله والمغتربين. دكتور مصطفى، ماذا عن الدستور وحضرتك أكيد قريته؟ يعني طبعا الدستور ده نقلة حضارية كبيرة جدا، بس أنا عايز أقول للناس إنه إخوانا الدستور ده مش القرآن الكريم اللي ما تقدرش تبدل فيه. الدستور ده من عمل البشر، وإذا كان في بعض الملاحظات، وأنا بأكد لحضرتك إن الدستور ده من أعظم الدساتير اللي اتعملت، بالتأكيد ما لا يؤثر أبدا على قبول الناس، وأنا متوقع إن شاء الله هنعدي 80%. شكرا لحضرتك. ألف شكر يا فندم.